الحين معانا اتصال معانا اتصال من بيان دعاء من مصر. الو الو ازيك يا دعاء؟ ازيك يا نايف؟ تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. كيف حالك يا دعاء؟ بص انا هقول لك على حاجه، انا بتعجبني قوي ضحكتك، فانت افضل اضحك على طول. لا ده ضحك عادي ان شاء الله. عندك سؤال؟ يا ما شاء الله ضحكته جميله. هي اختي عايزه تكلم مروه. ما هي اختي؟ اتفضلي معاك. الو ايوه هاي مروه، عامله ايه؟ هاي ماري ازيك؟ انا عاجبني الموضوع اللي انت بتحكي فيه. ميرسي. عجبتني القصه كمان اللي انت حكيتيها. بس انا عايزه اقول لك على حاجه شخصيه حصلت معايا. اتفضلي. حلو قوي الثقه في النفس، بس بتبقى احلى واحلى لما بتيجي من الحد اللي انت مرتبطه بيه واللي انت بتحبيه. لما دايما يقول لك ان انت احسن حد فعنين، ان انت عنده احسن واحده في الدنيا، بجد بتكوني اسعد واحده في الدنيا، بيجي لك ثقه في الدنيا كلها في جواكي، وبتبقي اسعد حد في الدنيا، تحس نفسك بجد بجد احلى حد في الدنيا. صح كلامك. انتي بمناسبه ان انتي عندك خبره في العلاقات العاطفيه، حبيت ادخل الموضوعين في بعض واعرفك الحته دي. اوكي ميرسي يا ميرسي. شكرا دعاء وشكرا اختك على اتصالك. انا عايزه اعلق على موضوع ماري دوت، لان هي قالت حاجه مهمه قوي. احنا عندنا دلوقتي بنات بسناجل مفيش حد في حياتهم، وعندنا ناس مرتبطين. فالبنت اللي هي مش مرتبطه او مش متجوزه بتشوف جمالها في المرايه، لكن البنت المتجوزه او المرتبطه بتشوف جمالها في عين اللي مرتبطه بيه. فده الفرق في. طب لو واحد جه مثلا مرتبط بواحده وقال لها، كل ما يشوفها يقول لها ايه ده، ولا او انت محتاجه تخسي، وهي البنت مقتنعه ليه؟ هي البنت مقتنعه باللي هي فيه. غلطتها. مستحمله ليه يعني تتطلق؟ غلطتها فعلا. غلطتها. مستحمله ليه؟ بتقبل ليه الطريقه دي؟ كمل مش متراب. لا والله لا، بس في انا اقول لك شيء على الموضوع هذا. هي ممكن تكون غلطانه نوعا ما، لانه هي ما بتهتم بنفسها، وخصوصا بغيظ انه مثلا الشخص يكون جالس في بيته مع مرته، زوجته تكون معه، فبيشوف زوجته لما مثلا تروح على فرح او تروح على اي مكان، بسم الله ما شاء الله جمال بيطلع. طب ده الجمال ليش ما بيكون معاه في البيت جنبي جالس هنا؟ يعني الاهتمام هذا كله البره مثلا. في فرق ما بين ان انا انتقد عدم اهتمامه بنفسه او عدم اهتمام نفسها، وان انا انتقد خلقه ربنا. طب ما انا وطول ما انت قاعد عمال شايفها كده، هو انت حد غم عينيك وانت بتتجوز؟ ما انت شايفها كده. خلونا في مشمشه والنجاشه. فمشمشه بقى دي، فانتوا زي ما انتوا قلتوا كده، اول حاجه ان هي مش غلطتها ان هي اتخدعت، او الواحد بيتعلم طول ما هو عايش، وان هي اللي سمحت له بان هو يعني يكلمها بالطريقه دي. فانا عايزه اقول لها شويه حاجات. اول حاجه تحمد ربنا ان الموضوع انتهى او اتكشف وهي لسه في فتره الخطوبه، لان في ناس كتيره بتسبق التمثيليه لحد ما يتجوزوا، وبعد الجواز بتلاقي انسان تاني خالص. فتبص على نص الكوبايه المليانه، لان دي لو كانت اتجوزت احنا ما كناش نعرف ننقذها، خلاص دبست لبست في الحيط. تاني حاجه بقى، ودي حاجه مش مشمشه بس لناس كتيره قوي، لما حد بيكون في علاقه والعلاقه بتدور، اول رد فعل تلقائي انا مكتئب. فمكتئب يعني هبهدل في نفسي، يعني هنزل بقى مش حلو ومدلدل وشكله تعبان. هي قعدت كانت بتوصف قد ايه كانت بتروح شغلها وبتخرج مع اصحابها وهي نفسها مسدوده وتحت عينيها اسود وما بتنامش وتعبانه وشعرها وبتبهدله اخر حاجه. ده بقى النقطه اللي انا عايزه اتكلم فيها. اي واحد فينا، اي واحد وانا فيكم، لما بيكون عنده موضوع والموضوع بيبوظ، مش بيبقى هدفه انه يبقى يجيب عنده موضوع تاني ولا ان حياته قفل؟ لا طبعا، بدايه ان يكون الحياه مش موضوع تاني، عايز اجيب نفس الموضوع. خلينا نتكلم نوعا ما بصراحه. اوكي يعني مثلا لو انا مثلا وجهه نظري هقول لا الحياه لا توقف وكمل و و الى اخره. نرمين حتشاركني الراي، وانت ما راح تشاركين الراي، بس الانسان اللي عنده مشكله حالا طالع منه ما حيكون عنده نفس الراي. فنوعا ما حيكون، خلينا يعني شوي نكون رياليستيك، في البدايه حيكون عندنا موضوع انه الحياه توقف، لكن بعد كده حيشوف الالترناتيف اللي عنده. طيب الحياه المفروض تقف قد ايه؟ حسب بقى ما نخرج اعرف خرج نفسي منها. على حسب الناس المحيط اللي انا عايش. ما بص بقى، لو الانسان دخل في طور الكآبه وفي السلف سيتي او رثاء الذات، خلاص هيمشي من سيء لأسوأ، من سيء لأسوأ، من سيء لأسوأ، والكآبه هتجيب كآبه. فعشان كده دايما انا بقول لحد لما يكون عندك موضوع والموضوع دوت ينتهي، حط لنفسك فتره حداد. كل واحد اضرب شخصيته. في ناس بتحط 3 ايام، ناس بتحط اسبوع، ناس بتحط. حط لنفسك فتره حداد، للفتره دي حقي ان انا احزن، بس بعد الفتره دي ما تخلص بيوم هقف على رجليا تاني.
لان لو انا ما ساعدتش نفسي مش هخرج من الكآبة. مش مشة بتاعتنا دي اهملت في نفسها وبهدلت في روحها. طب قولولي دلوقتي لو في بقى واحد قاعد هنا وشاف مشمشة ومعجب بيها وبعدين لقاها على طول مع حزينة ومزوية ومطفية ومبهدلة وكئيبة وكل ما يقعد معها تروح معيطة وكل ما يقعد معها تروح معيطة. اخينا ده يجيله منين الجرأة او الشجاعة ان يقول لها انه معجب بيها؟ مش هتيجي. يجيله منين النفس اصلا؟ عمره ما تيجي. صح. فانت قصدك يعني conclusion اختصارا في الاخير انه هي تغير من نفسها انه تكون الفترة الهلال بعد ما تعدي خلاص. اه لان هو كل انسان فينا اللي هو ليه الواحد لما بتحصل له مشكلة بيدفع ثمنها دبل. المشكلة حصلت وانا حزنت عليها ليه بقى اضيع الحاجات العدلة كمان؟ ابص اللي جاي. اه مروة احنا يعني